حينه من اللافت خلال الايام اللي فاتت تغيير بوصله الاعلام الغربي والاعلام العالمي اللي كان في الغالب منحاز للجانب الاسرائيلي على طول الخط. التناول الاعلامي المختلف شفناه وشفنا اصداءه على الشارع، وامبارح كان في مظاهرات ضخمه جدا في لندن والولايات المتحده الامريكيه. صحيح يا شاذلي، خلينا نتعرف مع حضراتكم بشكل اكثر تفصيلا على الصحف والمواقع الاجنبيه وتناولها للأحداث في غزة من دكتور توفيق حميد الباحث السياسي في شؤون الشرق الأوسط اللي موجود معانا عبر سكايب. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. يعني طبعا احنا عارفين ان احنا مسهرين حضرتك ساعة دلوقتي تقريبا ثلاثة عندك في الولايات المتحدة الأمريكية. نشكر طبعا حضرتك على وجودك معانا. شرف لي. طيب في البداية يا فندم، حابين نتكلم على المظاهرات اللي خرجت امبارح واللي قالت عنها نيويورك تايمز انها الأضخم. دي كانت مظاهرات الحقيقة ضخمة جدا بدرجة صعب تصورها. يعني احنا هنا كانت جنبنا في واشنطن هنا في العاصمة، وكانت فعلا مهيبة يعني من حيث الحجم. ودي كانت ظاهرة جديدة في 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 ما حدث منذ بداية السابع من أكتوبر حتى الآن. دي كانت أكبر مظاهرة في الفترة دي كلها، ودي جاية جزء من تغيير زي ما حضرتك ذكرتي أو الأستاذ محمد ذكر، تغيير في بوصلة بعض الأشياء في الصحافة الأمريكية في هذا الأمر. طيب دكتور، ازاي ده ممكن يكون مؤثر على صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هو شوف حضرتك، لو كان الأعداد يعني أكتر من كده ومتكررة الأمر بدرجة عالية وبتتزايد، ممكن يؤثر جدا في صناعة القرارات هنا من حيث درجة الدعم لإسرائيل، درجة الضغط السياسي عليها لقبول بعض الحلول بالذات احتمالية أو في مرحلة ما الإصرار على حل الدولتين وفرضه، فعلى حسب حجم المظاهرات. يعني برضو عشان أبقى واقعي، المظاهرات بالحجم ده شهدناها في واشنطن العاصمة وفيها ناس كتير هي من العرب والمسلمين وبيحركوا ناس معاهم بالذات من الأجيال الشابة عليهم نشاطات قوية قوي في الجامعات الأمريكية بيحركوا الشباب بدرجة عالية. لكن في نهاية الأمر احنا 300 مليون نسمة، فلو خرج 3 مليون حتى حضرتك بيبقى ده 1% يعني من المجتمع. فهو اقدر اقول ان هو لو ازدادت بدرجه عاليه وكل مره بتتزايد والاعداد اكثر، بيبدا صاحب صادع القرار الامريكي بيشعر ان هو لازم يغير في الاتجاهات. هو في بدا تغيير في تون الكلام حضرتك، في طريقه الكلام واستخدام الكلمات، بدا نوع من الايه، مش هقول ضغط شديد، ولكن زي ما ذكر الوصف عجبني قوي اللي هو تغيير في البوصلة، بدأت إيه؟ بداية تغيير. طيب يا فندم، يعني برضو في نفس النقطة تحديدا، كيف ترى الصحافة بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية هذه المظاهرات؟ يعني هل ترى الصحافة الأمريكية أنها قادرة، هذه المظاهرات وهذا الضغط الشعبي هل قادر على تغيير السياسة الأمريكية؟ لأنه حتى لما تابعنا يمكن المناظرة للمرشحين الرئاسيين، طبعا بما أن احنا يعني خلاص اقتربنا من الانتخابات الأمريكية، برضه هم بيتبعوا وبيتبنوا نفس الرؤية. يعني الصحافة الأمريكية شايفة ازاي الموضوع ده؟ أنا أقول لحضرتك، هو اللي حاصل صناع القرار الموجودين حاليا هم جايين بدعم من هيئات وجهات وأفراد وجهات لها مصالح معينة، وما يقدروش يغيروا دلوقتي الكثير لأن هم دول الباكرز بيسموهم، يعني اللي هم الداعمين ليهم. فهو النهاردة حدث حاجة جديدة، ولكن الباكرز والداعمين هم فهو البوليتيشن أو الرجل السياسي هنا بيجد ايه، ان هو لو اتجه للراي العام فقط ممكن يخسر الداعمين له فيخسر الانتخابات القادمه. فهو بيراهن على ان هو ما يغيرش حاجه لحد ما تيجي الانتخابات القادمه، وفي تصوره ممكن يكون الموضوع اتنسى او الامور اتغيرت حدث فيها حادث. ولكن الشعب الامريكي نفسه في بدايه تغيير لاحظتها ان بعض الناس والهيئات بداوا يتجهوا ان هو يقولوا احنا مش هننتخب لا ريبوبليكان لا جمهوري ولا ديمقراط، يعني لا عايزين بايدن
ها لانه بالنسبه لهم اظهر اتجاه قوي ناحيه اسرائيل في تصورهم، او ولا عاوزين ترامب اللي هو برضه لما جه جعل العاصمه السفاره نقلها القدس او جيروزاليم. فايه اللي حاصل؟ ان هو في اتجاه، بدايه اتجاه لاحظته انهم عاوزين يروحوا المجموعه يسموها الاندبندنس، ان هم ما هماش جمهوريين ولا ديمقراط، هم غالبا بيبقوا مجموعه صغيره لا تزيد حجمها عن 5%، ولكن في بدايه اتجاه لدعمهم بعد ان فقد البعض الامل في ان الاحزاب التقليديه تنفذ الاراده السياسيه اللي هي بالنسبه لهم يروها عدلا في هذه القضيه. طيب دكتور، واحنا بنستعرض قراءه في الصحف الامريكيه، وول ستريت جورنال اتكلمت عن الرؤيه المصريه، عن وضوح الموقف المصري ورفض مصر لاداره غزه من قبل اي قوات ايا كان هذه القوات تابعه لايه. وشوف حضرتك، انا كان ليا مداخله في فوكس نيوز قريبا، يعني من فتره بسيطه، وكان قبلها حصل حوار بيني وبين المذيع، ولاحظت حاجه انهم مش فاهمين الوضع المصري بصوره جيده. يعني هم كانوا مستغربين في الاول هو ليه مصر رافضه، وبعدين بداوا يتفهموا الامور. واعتقد ان الول ستريت جورنال اللي ذكرته في هذا الامر، وضوح الموقف المصري ده كان شيء هام جدا عشان يضع الامور في نصابها الصحيح، لان مصر موقفها في نوع من الايه، نقدر نقول الحساسيه الشديده، لان مصر اولا دوله محوريه في المنطقه، هي طول عمرها الام للمنطقه كلها، وهي العطاءه، وهي كانت متبنيه القضيه دي والشعب الفلسطيني لدرجه كبيره في تاريخها. ده من ناحية، ولكن من ناحية أخرى مصر كدولة عليها التزامات دولة واحترام معاهدات ومواثيق وكذا. فكان التوازن الرائع اللي حصل اللي أنا شايفه إلى الآن، هم بدأوا يدركوه إن الرئيس السيسي صاحب مبدأ وقوي جدا في مبدأه ويمثل رأي الشعب، وده من ناحية. ولكن من ناحية أخرى إن هو الراجل عنده التزام بمساعدة هذه الناس دي، وفي وضوح في الموقف المصري ان انا لن اسمح بالتهجير لسيناء، ولن اميت ان ينتهي الامر بالبساطه دي، في نفس الوقت لن اتخلى عن دوري الاخلاقي في هذه القضيه. فكان موقف واضح قوي، اعتقد شامخ يعني، وادى صوره قوية جدا لموقف مصر في هذه القضية. بكل تأكيد دكتور توفيق، لكن برضو يعني على صعيد متصل وبالحديث عن الدور المصري، هارتس الإسرائيلية أيضا تحدثت في تقرير مهم عن دور مصر الداعم لغزة، وإزاي أنه مصر لن تتوانى عن مساعدة أهل غزة بأي حال وبأي طريقة، وأيضا ضرورة إدخال المساعدات لقطاع غزة. عايز أعرف من حضرتك، هذه الصحيفة إزاي تناولت دور مصر، وكيف رأت أو كيف تحدثت عن دور مصر؟ هو شافته أنه هو في ارتباط تاريخي بالنسبة لمصر، وبالذات مع قطاع غزة. حضرتك يمكن ما تذكريش، لكن هو في وقت من يعني كان من زمان اصله قوي ده، ان كان قطاع غزه مصر مشرفه عليه في وقت صحيح. من الاوقات هو كان اسرائيل بتتمنى انها تخلص خالص من حماس، وان المسؤوليه بتاع غزه دي حد تاني ياخدها غير حماس وخلاص، هو ده اللي في مخهم. فايه اللي حاصل؟ ان هو الموقف المصري اللي حاصل ان هو رفض مصر ان هي تقوم بالدور اللي المفروض الفلسطينيين يقوموا بيه، وده الكلام الصح. فهم ما كانوش متوقعين كده، وفوجئوا بان موقف المصري ثابت لا يهتز ولا يتغير. فدي اعتقد ان بداوا كلامهم هم نفسهم حتى في اسرائيل بدا ياخذ شيء من التوازن بعد ان ادركوا ان الامر بالنسبه لمصر ليس بالسهوله اللي كانوا هم متخيلينها يعني. فهم شايفين، واعتقد في داخلهم بيحترموا الموقف المصري، لانه موقف حد بيحترم عهوده ومواثيقه. الرئيس السيسي مش عاوز يدخل مصر في مشاكل، يجي ناس تعمل صواريخ على اسرائيل من عنده، من في يوم يدخل في الصراعات هو وبلده، يعني لا مش محتاجينها في الوقت الحالي، يعني هو بيبني البلد فمش محتاج يدخل في الصراعات دي. فهم محترمين قوي ان هو الراجل شايف مصلحه بلده، زائد بيحترم مواثيقه في اتفاق السلام. في نفس الوقت ولم يتخلى عن الجزء الاخلاقي
ان هو بيعمل اقصى حاجه ممكنه في ان هو ايصال ما يمكن من المساعدات حتى يصل الامر لحل نتمنى ان يكون نهائيا في هذه القضيه. طيب دكتور، في مقال راي في واشنطن بوست كان التاكيد ان اطلاق النار في غزه قد يبدا، ولكن للاسف ليس الامر كذلك بالنسبه لحاله الرعب والكراهيه العالميه. تفتكر ازاي هيكون الموقف بعد شهور من الان؟ شوف حضرتك، الموقف بعد شهور يعني هي 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 يعني في عالميا في تصوري هيبقى فيه نوع من رد الفعل قد يتسبب في نوع من الهجوم على بعض الأماكن اليهودية في العالم من بعض المتعاطفين مع القضية دي. ده عالميا. على مستوى المحدود أنا شايف بأمانة شديدة إذا يعني القيادات في حماس ما أظهرتش رغبة في إن هي من ناحيتها تعلن إن هي لن تستكمل هذا القتال، لأنه في نهاية الأمر اللي بيتأذي فيه المدنيين وهم اللي بيموتوا. فأنا يعني أخشى إن هو عارف يستمر الإيه الأمور تفضل مستمرة على بدرجة مزعجة جدا للمدنيين. فاعتقد ان هو الضغط بدا يتزايد، واتمنى في يعني في الاسابيع القادمه ان احنا نرى نوع من التحركات. الضغط العالمي بدا يزيد، الراي العام العالمي بدا يتغير. فانا في تصوري يعني في خلال الاربع او ست اسابيع القادمه ممكن نجد ايه بدايه حلول بانواع مختلفه. في حاليا مناقشات على الموضوع ده، وقد نرى ثمره قريبا يعني في خلال في تصورنا من 4 لـ 8 اسابيع عشان اكون ايه يعني مدي درجه معقوله من الزمن. دكتور توفيق، اخيرا ايضا كيف تناولت الصحف الامريكيه الموقف الفرنسي الاخير للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون؟ هو دائما في نوع من الاحتكاك والشد ما بين امريكا وفرنسا في يعني ده اتجاه الانجلو ساكسونز اللي هو الانجليز والامريكان والاستراليين والنيوزيلند، ده اتجاه، وفرنسا دايما في نوع من الايه الحساسيه ما بينهم. وفي تاريخ لفرنسا كان في موضوع الانتسيبيتيزم او معاداه الساميه قوي. ففي نوع من الشد والجذب، هم نقدر نقول ان هم لم يعجبوا كثيرا بتراجع ماكرون في بعض التصريحات، ولكن لم يعيروا الامر اهتماما حتى لا يعطيه زخم اعلامي يعني كبير، حتى لا يغيروا الوضع القائم والصوره المرسومه ويظهروا نوع من الانشقاق. فلم يعني ذكروه، ولكن لم يعطوه الكثير من التدقيق والتمحيص والتحليل، فما أعطوهوش القدر الكافي برغم أهميته الشديدة. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور توفيق حميد، الباحث السياسي في شؤون الشرق الأوسط. بشكرك يا فندم جزيل الشكر على وجودك معنا.